الشيخ محمد الغزالي غفر الله له بكتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث تقدم بآراء في الغناء والمس الشيطاني. أريد نعرف رأيكم أستاذي. يا أخي هذا الرأي من غزالي العصري هو ككثير من آراء غزالي ذاك العصر الماضي، إنه نابع من فلسفة خاصة تصدر ممن لم يتشبع بالسنة المحمدية، وهذا أمر ظاهر في غزالي العصر لأنه ينكر حقائق شرعية ثابتة لا مرد لها أبدا إلا بتحكيم العقل الصغير هذا الذي لا يمكن أن يتسع لهذا الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يقل ربنا عز وجل يعني عبثا، بل الحقيقة قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل حينما ينزل على الوحي على محمد عليه السلام وهو على ناقته، الناقة وهي من أشد الحيوانات تحملا كانت تحط براسها وتخضع ولا تتحمل. فهذا الوحي كله لا يستطيع العقل البشري أبدا أن يتحمله إلا من طريق ما قال رب العالمين: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وكلما كان المسلم واسع الاطلاع على الكتاب والسنة معا، أنا أعرف من الغزالي هذا أنه كان يلهج بتلاوة القرآن، لأن التقيت معه مرارا وتكرارا في المدينة لما كنا في المجلس اللي بيسمون المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولما نفيت من هنا وذهبت إلى قطر كان منزلي في الفندق الذي أنزلت فيه هناك تجاه منزله في الفندق نفسه، فكنت فعلا أشعر أنه رجل عنده لهج بتلاوة القرآن كأنه كان يحفظ. لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية في آثاره وكتبه، أقول بلسان الحال والآن أقول بلسان المقال: لا يقعدن أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا الإنسان ما جاءت منه هذه الشواذ، بل لا أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إلي آنفا، أقول بدل إيش هذه الشوال بل هذه الضلالات، ما جاءته إلا لأنه كان مزورا وكان مجانبا للسنة وكان يحكم عقله على السنة، فما أعجبه منها قبضه وعقده في قلبه، وما لم يعجبه سخر منها، لا أقول ضرب بها عرض الحائط، سخر منها وسخر أيضا من حامليها. فالمثالين اللذين أنت سألت عنهما مثالين من عشرات الأمثلة الكثيرة، بعضها مبثوث في الكتاب الذي سميته وأنت آنفا، والكثير الكثير منها بعضها أيضا مبثوث في كتب الأخرى وبعضها في نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها.
فأنت طرحت سؤالين اثنين، أحدهما ما يتعلق بالغناء والآخر ما يتعلق بمس الجن. هنا سيظهر أثر الجهل بالسنة بمن يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة. هؤلاء الجهلة بالسنة قد يكونوا علماء، لكن علماء في جانب، سواء كان هذا الجانب دينيا أو علمانيا، المهم أنهم جهلا بعلم السنة وكيف يتلقى العلماء السنة أو الحديث عن الرسول عليه السلام، وبينهم وبين نبي الإسلام 15 قرنا من الزمان. هؤلاء الأصل عندهم كما جاء في الحديث الموضوع الذي يقول فيه بعض الأئمة السابقين إنه من وضع الزنادقة: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما لم يوافقه فدعوه. هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يوحي بأن الإسلام ليس إلا القرآن، وكل شيء ما يعرض على القرآن. ومن الطائف النكت اللطيفة التي قرأناها في بعض كتب السنة، قال أحد الأئمة: لقد عملنا بحديثكم الموضوع هذا، فعرضنا حديثكم عن القرآن فوجدناه منافيا غير موافق، لأن القرآن يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الحديث هو نفسه يحمل في طواياه علامات إيش؟ البطل والوضع. لكن هؤلاء الغفل يتأثرون بهذا الحديث، وإن كانوا لا يجرؤون أن يقولوا أنه قاله الرسول، لكن معناه هم متشبعون به كل الشبع. فأول ما يأتيه من حديث لا يطبقون القاعدة العلمية أن النقل قبل العقل، هم على العكس من ذلك تماما، هم يعرضون هذا الحديث على عقولهم. وهات بهذه العقول، ما نسبة فهمها؟ ما نسبة تأثرها بالأهواء المحيطة بها؟ ما إلى آخره. ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد هناك عاقل في الدنيا يفهم ما يخرج من فيه من فمه يقول أن العقل في الدنيا شيء واحد، لا يوجد هذا، إنما كل إنسان له عقل يختلف عن عقل الآخر، فهذا يرى هذا شيئا مقبولا وهذا يرى شيئا غير مقبول، وهذا وهذا أقوال يعني وآراء مختلفة كما الواقع يشهد تماما. فهؤلاء جعلوا قاعدتهم العقل وليس النقل، وهذا الرجل بالذات يمجد بالعقل، ومن تمجيده أنه يقدمه إيش على النقل. هو لا يستطيع أن يقول العقل مقدم على النقل، لأنه سيقول العقل مقدم على القرآن أيضا. لا يستطيع أن يقول مثل هذه العبارة الصريحة، لكن واقعه يشهد أنه يقدم النقل على العقل على النقل حتى على القرآن، لكن يختلف الأمر بين تقديم العقل على السنة وبين تقديم العقل على القرآن. بالنسبة لتقديم القرآن باللف والدوران على القرآن، ما بيستطيع يقول هذا ثبت بالآحاد وهو لا يفيد العلم فنطرحه جانبا، لكن هو يطرح معناه جانبا، يطرح معناه جانبا بطريق اللف والدوران. وأنا أضرب أمثلة كثيرة بمثل هذه المناسبة. الفرق الإسلامية
التي لا يمكن حصرها اليوم، وقد أحصاها الرسول عليه السلام بوحي السماء ب72 فرقة وحكم عليها بالنار، لكن الفرقة اللي هي 73 قال هي الفرقة الناجية. 72 فرقة من أين جاءهم الاختلاف؟ هو من باب تحكيم العقل على النقل. المعتزلة والخوارج والمرجئة وما أدري فئات أخرى قد يكون انقرضت أسماؤها وبقيت مسمياتها، كلها تؤمن بأن القرآن كلام الله، لأنه إن تصورنا فئة تقول القرآن ليس كلام الله ما دخلت في الإسلام، لكن هذه فرق إسلامية. إذن لماذا هذا الاختلاف؟ لأنهم لما تأتيهم الآية نظروا إليها بعقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه إلا رفضوه. هذا هو سبب اختلاف هذه الفرق كلها. أما مبدأ ويسلموا تسليما، فبدل أن يكون للكلام الإلهي للعقل البشري، هذا هو التسليم. ما آمن به العقل فهو يجب التسليم به ولا فلا. لكن السنة ما أسهل شيء عندهم يقول هذا حديث أحد ولا يفيد القطع. علماء المسلمين حتى اليوم يفرقون بالإجماع بين الأحكام بأنه لا يشترط في دليلها أن يكون قطعيا، يجمعون على هذا أن دليل متعلق بحكم شرعي يكفي أن يكون ظنيا، ومقصود بالظني يعني الظن الراجح. لكن بعضهم خاصة من المتأخرين قالوا هذا الدليل لا ينهض لإثبات العقيدة، العقيدة لابد ما يكون دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هؤلاء الآن دعهم جانبا، قولتهم هذه متعلقة بالعقيدة، لكن نقول جدت الآن فئة من الناس، منهم الرجل المذكور آنفا ومنهم صاحبه ورفيقه وابن بلده القرضاوي، يدفعون الآن الأحكام الشرعية بحجة أنه ما في عليها دليل قطعي، ما في عليه دليل قطعي، وهذا هدم للإسلام. لأنه من المعلوم أن أكثر الأحكام الشرعية إما أن تكون قائمة على الأحاديث النبوية، وإما على الاجتهادات القياسية. فالأحاديث النبوية أكثرها ليست متواترة، أقلها آحاد. حديث الآحاد عندهم يفيد الظن، فإذا قيل في حكم ما، ونحن الآن في صدر الغناء، لا يوجد فيه يوسف الخرضاوي يقول طبعا موافقة منه الغزالي، هذا لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب وآلات الموسيقى. ولذلك صدرت من يوسف القرضاوي فتوى لأحد المغنين البريطانيين الذي مهنته الغناء، ثم هداه الله، أرجو أن يكون اهتدى فعلا إلى الإسلام هداية صادقة مخلصة، اهتدى إلى الإسلام. لكن هو سمع من هنا وهناك أنه الغناء حرام، فأرسل إليه مطمئنا أنه ما في مانع أن تظل في منطقة هذه، لأنه لا يوجد دليل قاطع يحرم آلات إيش الطرب وآلات الموسيقى. أدخلوا كلمة قاطع، اشترطوا في الدليل أن يكون قاطعا خلاف لعلماء المسلمين جميعا، مشان يتسنى لهم نسف هذا ونسف هذا وهذا بعجة إيش ما في دليل قاطع. وثم يساعدهم على ذلك أنه أقل
شبهة تعرض من بعضهم بجهل أو بعلم أن هذا الحديث فيه مغمز صرحنا منه لأنه